هلا ومية هلا، شوكم؟ شو اخباركم شباب؟ ان شاء الله بخير وصحه وعافيه. ورجعنا لكم مقطع فيديو جديد. مقطعنا اليوم العاب مجانيه على بلاي ستيشن 4. طبعا بلاي ستيشن 5 نزل والالعاب كلش غالي حاليا على بلاي ستيشن 5، واصلا هو الجهاز كلش غالي، يعني سعره كلش غالي. فحبيت ان اقدم لكم العاب مجانيه موجوده على بلاي ستيشن 4، العاب تقدرون تجربوها، تقدرون تلعبوها، تقدرون تستمتعون بها. العاب كلش حلوه، العاب قويه، مجموعه من الالعاب كلش حلوه وتونس. قبل أن نبلش بالالعاب شباب، لا تنسون لايك واشتراك القناه، فعل زر الجرس، شاركوا الفيديو لاصدقائكم، خلنا نوصل اكبر عدد من اللايكات والمشاركات. طبعا سلسله العاب المجانيه او قائمه الالعاب المجانيه موجودة عندي، راح اخليكم اياها لي فوق بعلامة التعجب، راح تطلع لكم على الشاشة على اليسرى. واذا حابين تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تيك توك، فيسبوك، رابط الصفحات مالتي موجودة اسفل الشاشة على اليسرى اللي جوا. واذا حابين تدعمون القناة دعم مادي، رابط الدعم موجودة بالوصف عن طريق الباتريون من كل مكان بالعالم، وعن طريق محفظة جين كاش اذا كنت انت بالعراق. شباب مثل ما قلت لكم العاب كلش حلوة، العاب تونس، العاب تستاهل ان تحملوها، موجودة حاليا بشكل مجاني. روحون للبلاي ستيشن ستور حملوها. اللعبة اللي ويانا بالمركز الأول لعبة دوغ فايتر وورلد وور 2، الحرب العالمية الثانية. طبعا اللعبة عبارة عن لعبة باتل رويال بس خاصة للطيارات، بيها مناطق كلش حلوة، بيها خرائط كلش حلوة، بيها تعدد بالمهمات، بيها أيضا بنفس الوقت يعني شلون نقول شغلات منافسة مثل الرانك أو ما رانك أو هي شيء. اللعبة كلش حلوة، اللعبة تونس، اللعبة سنجل بلاير، تلعب ضد لاعبين ثانيين، ضد لاعبين يعني اونلاين مثلك، واللعبة مجانية وتستاهل وموجودة حاليا على الستور مال بلاي ستيشن 4. اما اللعبه اللي بعتها فهي لعبه اوبريشن 7 شو داون. اللعبه كلش حلوه، اللعبه طبعا اونلاين شوتر، اللعبه تقدر تلعبها وحدك وضمن تيم، يعني ضمن سكواد. سكواد تقدر تلعب ضد سكواد ثاني بخرائط متنوعه ومتعدده. اللعبه ثيرد بيرسن شوتر، يعني الكاميرا خلف اللاعب، تقدر تلعب وتتنقل. الخرائط او طريقه اللعب تقدر تاخذ موتور، تاخذ سياره موجوده بنفس الخارطه تتنقل بها بالخارطه، تلعب سكوادك بسكواد الخصم، واي سكواد اللي يخلص في البدايه او اللي يخلص الخصم بالبدايه هو السكواد الفائز. طبعا اللعبه بها شخصيات هواي، بها اسلحه متعدده، بها يعني تقدر تسوي تعديل على الشخصيات، تعديل على الاسلحه. اللعبه حلوه وتونس، اللعبه هماتين مجانيه بشكل كامل وتام، موجوده حاليا على بلاي ستيشن 4 ستور. روحوا عليها وحملوها وتونسوا بها. اما اللعبه اللي بعدها في لعبه فانتاسي سترايك. طبعا اللعبه شبيهه بلعبه تكن. اللعبه بها شخصيات متعدده، شخصيات كلش حلوه قويه، وبنفس الوقت الشخصيات كلها مجانيه، تقدر تاخذ الشخصيات وتختارهن وتلعب باي شخصيه تعجبك. شخصيات اكو بها شخصيات تتحول الى رامي اسهم، اكو شخصيات تتحول الى دراجون تنين، شخصيات يعني في الشيء بها فيكات وكلش حلوه. اللعبه تقدر تلعبها لوكال مالتي بلاير، يعني تربطها على تقولون شبكة محلية بينك وبين أصدقائك وأقاربك اللي قريبين عليك تلعبها، أو تلعبها ضد لاعبين حقيقيين، تلعبها أونلاين. اللعبة تقدر تلعبها هماتين وحيدك إلى ناس ما تعرفهم. اللعبة كلش حلوة، قلت لكم بيها شخصيات كلش هواي، بيها مابات كلش هواي، تقدر تلعبها ضد اللاعبين الثانيين هماتين، بيها شخصيات وتقدر تضيف حركات للاعبين أو للشخصية اللي تتحكم بيها.
اللعبة فانتاسي سترايك، من اسمها فانتاسي، بيها شغلات خيالية وشغلات كلش حلوة تونس، موجودة حاليا على بلاي ستيشن ستور، روحوا عليها وحملوها. اما اللعبة عندنا اللي بعدها فهي لعبة جينيسيس، طبعا اللعبة من نوع الاكشن والاستراتيجي، ونفس الوقت اللعبة تشبه لعبة ليج اوف ليجند، يعني بشكل عام او بطابع عام تنزلون بخارطة، خارطة كلش كبيرة، خارطة بها مكانات تنقلون انتو 5 لاعبين ضد 5 لاعبين، يا اهل السيطرة على المنطقة اكثر بشكل اكثر اوسع، وتدمير الابراج اللي خاصة بالعدو هو اللي راح يفوز. طبعا اللعبة كلش حلوة، اللعبة مجانية مثل ما قلت لكم، 5 لاعبين ضد 5 لاعبين، تقدرون تلعبوها اونلاين، تقدر تلعبها ضد لاعبين، وتقدر تلعبها ضد الذكاء الاصطناعي. طبعا اللعبة بيها اكثر من 28 شخصية، شخصيات مختلفة وشخصيات كلش حلوة، كل شخصية له كوستمايز اللي خاص بيها، كوستمايز بالشكل. اللعبة كلش حلوة، اللعبة موجودة مجانية بشكل مجاني على بلاي ستيشن 4، روحوا حملوها. اما اللعبة اللي بعدها فهي لعبة وور فيس، طبعا اللعبة كانت بشكل مجاني متاحة على ستيم، على متجر ستيم، اما من فترة يعني فترة تقريبا صار من سنة، اكثر من سنة، تقريبا سنة، نزلوها هماتين بشكل مجاني على جهاز بلاي ستيشن 4 وعلى نينتندو سويتش وعلى اكس بوكس 1. ماشي ماشي، اللعبة كلش حلوة، اللعبة اونلاين شوتر، اللعبة تقدر تلعبها وحدك سنجل بلاير، او تقدر تلعبها يا لاعبين ثانيين من ضمن الانترنت، يعني الاونلاين كوب. اللعبه مجانيه مثل ما قلنا بشكل كامل، اللعبه فيرست بيرسون شوتر دور الشخص الاول، واللعبه موجوده حاليا بشكل مجاني على بلاي ستيشن ستور، روحوا حملوها. سكاش سكاش.